السلام عليكم بنات، كي درتو؟ لاباس؟ كي بقيتو مع الصحيحه؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جيت اليوم نشارك معكم فيديو جديد فيه خريجه خرجوا من الدار شويه، سالت الثلج وخرجت الشميسه، واخا الجو مازال مبرد ولكن بعدا السما صافيه والشميشه زويونه، كل ويكاند تطيح حتى هذا الويكاند خارج زويون. فخرجت جايه غادي نتلاقى بالبنات، غادي نمشيو لواحد البازار نزوروه، وغادي نمشيو للدار نعشويو عند صاحبتي عيشة. فالمهم عندي العشية فيها بزاف ديال المطارق، قلت بعدا نبدا لكم الفيديو. انا غادا دابا عند صاحبتي اخرى نهزها وعاد نمشيو. المهم قضية مخربقة، انا هزو شي من عندي ونحطو شي، المهم انتم معايا، قلت نبدا لكم الفيديو وتدوزوا معنا هاد العشية ان شاء الله، اكيد غادي تعجبكم، واكيد نزور لكم البازار اللي يكون فيه معرض، يكون فيه معرض ديال الملابس ديال المجوهرات بزاف ديال الحاجات. فخليكم معايا، اكيد الفيديو اليوم يعجبكم. هالو شو البنات، انا جيت مشيت هزيت صاحبتي وجيت عند صاحبتي الاخرى وعندها القطيطات. شوفي 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 عندها بزاف د القنيطات، عاد ولدها شي سو كيوت. شوفي 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 هين شوفي كتيتات. شوفي 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 الخنزة، شوفي 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 الخنزة. باش باش دابا هادو ميل ولا فيميل أميرة؟ هادو بجوج فيميل، هادو كلهم عيالات اختي. That's a boy, the black one, that's a girl. That's the only boy in the whole group. ولي تشبط تشبط في السوار ديال الطوموبيل، طلق مسخوط. طلق طلق. والله إلا تشبط. جبنا الدراري قالت لك والو، دخلوا يشوفوا القطيطات. جبناهم يشوفوا القطيطات، صدقوا قلتوا ياكلوا مسكينة، كان مجدا لهم الماكلة، قلتوا يتغداو وعاد نمشيو للبازار اللي قلت لك. يلا جانا. يلا جانا سيري تاكلي. سميسة اختي صافي البنات، واخا سميسة الريح بارد، خلينا الدراري عند صاحبتي في الدار يلعبوا مع بعضياتهم، كاينين وليداتها كبار وداك الشيء، وغادي نمشيو للبازار حنايا لان غنرجعوا لهنا. صاحبتي مسكينه موجدة علينا وداك الشيء، المهم مازال غادي نرجعوا، قالت لنا نتغداو، قلنا لها خلي داك الغدا حتى العشية ومنها تكون خلطات علينا نبيلة. ايوا نمشيو بعدا للبازار نصبقو ونضربو طليله نشوفو اش كاين، وانتوما معانا. وصلنا البنات للوطيل اللي فيه البازار، يلا حطينا الطوموبيل في الباركينغ ونكملو على رجلينا نزلو اختي. البنات انا وصلت البازار خدام كان بالوصلة، شريت واحد الصابون طبيعي وخديت هادي فيها توكلت على الله. ديكور المهم كاين بزاف، طلع عروض، همشي عند مذهب عندو شي حاجة ديالي غير انا خدها نصيه ديجا. جيت نشوف شنو الموديلات الذهبية البنات، هادية هاي راس الافعى ما عجبتنيش بزاف، وكاين حتى الكارتي ديالو من بنت بحالو حتى انا. ودابا هو كنت انا قلت كل الغلطه الله يعطيك الصحه الزين، كل الغلطه صافي ان شاء الله. شكرا يا استاذ امجد، ثانك يو سو ماتش، الله يخليك. البنات هنايا هذا ديال كيك ديزاين، تاكسيد عندها داك الشيء واعر، تدير الكيك ديزاين وتدير الكاب كيك. شو الكاب كيك ديال رمضان يحطوا فيها مثلا رمضان الكيك بابس وريفي يعني تعملوا كده. انتم البنات سميتها خلو الانستغرام ديالها واعره واعره، دقت بعدا الكوكيز زوين، قناه في اليوتيوب فيري نايس. هنا خدينا البنات عاوتاني، خدينا البتي فور، هذه الصوب سويت السميه ديالو اماراتي سويت. صافي البنات اختي حنا رجعنا للدار، صافي ضربنا الدويره في البازار، داكشي اللي ما فيهش شي حاجات كثيره. انا مشيت قلت لكم نجيب ديك الامانه ديالي،
وخذينا شويه ديال ديك الحلوه وداك الشيء اللي شفنا جبنا للدراري الباب كيكس ودابا جينا طيبنا لهم عاود البيتزا. حنا اختي هاد عيشه مهليه في الاولاد سالت المكروني دارت البيتزا وحنا جالسين اختي بالجوع تنتسناو هاد الغدا راني غنموت بالجوع. يلا حبيبي تلقينا عيشه. ها عيشه ها عيشه يلا كستاكل اخيرا انا ديال نتغدى انتم دفارو دفارو شليبه حتى نصحتي الحيمه بالبرقوق كنا ما معولاش علينا حتى لاخر لحظه وطيبات لنا غديوه. فانا بلا جات ها هي مع البنيه البنيات لقات القطيطات انا دايره ما بغات معاهم شوفي خازقك تتبرقك شنو هادشي فوق الطبله شكون هاد الناس هجموا علينا في الدار. السلام عليكم بنات قولوا لي فين كنا وفين ولينا. المهم البارح ما كملتش التصوير اختي ام سو سوري ما كملتش التصوير رجعت للدار واول ما رجعت للدار تفاجات واحد المفاجاه غير ساره بتاتا لقيت فار في الكراج يا اختي شتو داز تيجري. المهم الوسواس جاني عتي غادي نتسطى البارح لحد صبحت ما درت والو غير الفار مشيت للهوم ديبو شريت كاع الانواع ديال اللصقات وديال المصيدات وديال السمنت الفار وديال كلشي ورجعت وخملت الكراج كنتو مزيان وخرجت الطوموبيل ديال راجلي على برا باش خويت الكراج تنقول باش الى هرب نتبعو الشطابه ودرت له اللصقه ودرت له كلشي وبقيت نتسنى ما خرجش ما والو. في العشيه ديت حمدي يلعب كره رجعت وانا نلقاه شاده اللصقه الحمد لله. المهم هزيتو هكاك بديك اللصقه ديالو درتو في ميكا وخرجتو ورميتو برا. ايوا اليوم الصباح خصني نمشي نجيب الخشب لان فاش هرب دخل لي تحت واحد جوج درجات اللي تيطلعوا للدار من الكراج وديك جوج درجات تحت منهم خاوي وكاينه الخويه دابا غنمشي نجيب الخشب باش نواتني تما لقات تخبيعه قلت باش مره اخرى الا دخل شي حاجه لان تيجيو من برا من الجرده يدخل لي شي فار ما يلقاش ديك الخويه. فرحت بزاف انني لقيتو لان كنت غادي نتمشكل في دماغي وشدينا الحمد لله ولكن واخا هكا بقى فيا الوسواس. دابا شديت العبار وغادي نمشي لهم ديبو ناخذ الخشبه ونقطعها تما على حساب العبار ديال ديك الفجوه اللي تحت الدروج باش نسدها. فالمهم هذا علاش من نهار السبت وقفت التصوير البارح لحد ما صورتش اليوم راه الاثنين يعني صافي البارح قيلتي مع الفار ما عنديش العقل صراحه ديال التصوير. البنات جيت نيشان المدرسه هزيت الدراري وعاد غادي نمشي للدار نطرق المسمار نعطي الدراري ياكلوا ونجبد الماتيريال باش نسد ديك البلاصه. المهم انتوما معايا انتوما اختي صافي راني قلت لكم خرجت الطوموبيل ديال راجلي واخا ما كاينش خليتها هنا دابا في الباب قلت باش الا جرى يبان لي اتساع ما يدخليش تحت الطوموبيل. خملت هاد البلاصه كامله هاد الشلف اللي عندي هنايا خملتهم خويت دوك الصنادق فيهم البولات داكشي تضو هادي كلشي خويته وعاود استفتو من بدا وجديد ونقيت الارض وداكشي وعاد حطيت له المصيدات. دابا واخا شديتو خليتهم قلت لا يدخل حد اخر الله يستر الله يستر. شي هذيك مصيده هنا دايره له هاد اللعيبه فيها السم هنا دايره له الفرماج فيه السم هنا دايره له هادي فيها اللصقه لداخل هادي هي اللي شداته بحالها كانوا جوج كانت هادي دايرها له تما وحده هنا ديك اللي كانت هنا هي اللي شد فيها طلع يجيب الفرماج وهي تشدو الكولا هذيك رميتها بها بالفان وهذيك اللي كانت هنا عاود جريتها لهنا حيت هو تيمشي مع الحيوط وها هي مصيدة اخرى هنا. دابا هنا فاش هرب شوفوا فين دخل شتو فين دخل دابا هاد جوج درجات جايين غير خشب ولكن هنا غير مطرقينهم ولكن ما مفينينش لان غير الكراج شو كي مخليين ديك الهوته. دابا هو فاش هرب فاش شفتو هنا وداز مع الحيط تيجري ودخل لي هنا ولا دخل هنا ما عندي كندير ندخل عنده هو ما عنده منين يخرج حيت من هنا الحيط مسدود شتي هادي مسدوده كاين هنا هاد الحيط اللي في الطلع ولكن ما عندي كندير نوصل له. دابا هادي نمشي جبت خشبه راني وريتكم قطعتها هادي نمشي نجيب المسامر وداك الشيء وغادي نجيب الماكينه وغادي نطرق هاد البلاصه. المهم الله تجيني على قد هاد العبار اللي شديت
وهادي نطرق ديك الخشبه باش ما يبقاش ديك الخويه تسد ما يلقى منين يدخل تما. الوراق قبيله شديت بهم العبار باش رسمت هادي وصافي. ها هي الخشبه دابا راه جبتها مقطعه ناضيه وجبت هادو. خصني نمشي نجيب غير المسامر وداكشي عندي لتحت في الخزين ونجي نتوالاها نبدا بها. انا جيت البنات ها هي تراني مهندسه. ها ولدي يا كلشي غنديوه. شتوني مهندسه ولا ماشي مهندسه؟ ها شوف شديت لها العبار جاتني شين. شتو غادي نجيب المسامر نطرقها. ها البنات انا بديت تنطرق المسامير. انا نكمل التطرق ونوريكم. البنات انا تنطرقو غادي نطرقو كامل باش يلصق هاد الكونتر بلاكي. ها نتوما البنات صافي كملتها طرقتها بالمسامر صافي سديت وجبت واحد الفوم واحد الرغوة تتراكى في الجناب ديال الحيط ولا اي شقايق محلولين وتتيبس تتولي قاصحة. ولكن دابا غادي ندخل نعطي بعدا للدراري ياكلو جاهم بالجوع وخلي هذيك حتى البلاتي ونخرج نديرها ولا حتى الغدا ان شاء الله. المهم بعدا هذه المهمه طرقتها. ايوا احنا اما هادو صافي راني خليتهم المصيده وداكشي خليتهم. واخا دابا راه ما كاينش الحمد لله. اللي كان الفار اللي كان هرب ماشي هرب شديناه ورميتو حي هو هو واحد في اللصقه ما قديت لا نقتلو لا والو. تيجيو من الجرده تيدخلو من برا. ايوا هذا ما كان لا يسمعني حسو عاوتاني ولا لا يسمعني حسو راه دوزها عليا وضحام بيت تنحلم به. صافي البنات دخلت يلاه نتغداو. الغدا واجد زوينه زوينه. صوبت المكروني ودرت السالمون درتو غير في الاير فراير وصافي كست انا والدراري اختي ناكلو. هادي غديوتنا حمدي تيبغي السالمون درتو له.